فضيلة الشيخ، بالنسبة لإنفاق الأموال على عمارة المساجد، هل يختلف وضع المال في الأساسات عن وضعه في الفرشة أو الأجهزة التكميلية؟ أي معلوم. وهل الأجر ينقطع بإزالة مثل الفرشة أو غيرها؟ نعم، لا شك أن بذل الأموال في المساجد في شيء يبقى أحسن، يعني مثلا شراء الأرض يبقى حتى لو هدم المسجد بقيت الأرض، البناء يبقى، الفرش ما يبقى، يتمزق ويتلف. الأجهزة الأخرى كل لمبات الكهرباء وما أشبهها أيضا تزول، مكبرات الصوت تخرب. فالمهم كلما كان أبقى فهو أفضل. نعم.